ربنا ينتقم منه بصراحه. لا ده راجل محترم قوي. ما انا عندي رئيس مجلس الشعب بتاعنا ما ولا شفته ولا عرفته. دكتورنا المفضل ما جاش قوي قوي. اقول ان هو بصراحه يعتبر من ساعه مثل مجلس الشعب بقاش في مجلس الشعب. ما جاش. قول حسبي الله ونعم الوكيل. لا مش متابعه مجلس الشعب خالص ولا عايزه اتابعه. هو دكتور عندنا في الجامعه وعميد كان العرض والنبي نجحني. انا مش عايز بقول دايرتي اللي هيجي يجيبوني زي سواق التوك توك. لا انا بحب اشوف بتوع مجلس الشعب دول صراحه ساعه الانتخابات بتلاقي حاجات تانية خالص غير بعد الانتخابات. كفته وكبده و مفيش اعلام في مصر اصلا. ياخد راي الاغلبيه يعني قراراتهم بطيئه جدا ولسه ما محسناش بيها. مش يعدى برايي براي الاغلبيه. انت عارف لا انا اقول رايي وبعدين راي الاغلبيه. بيشتغل ضد الشعب. خلاص بقى تحبسون. انا عارف الراجل اللي مصيطنا في مجلس الشعب. نعم موافقون. انا عارف انت هتحبسوني.